المحطه جايه يا اسطى. ترى ايه؟ مش تختشي؟ حبيب النبي يا اسطى. ايه ده؟ انت اعمى؟ انا اللي اعمى ولا انت اللي ماشيه 13؟ ادب. حد بيكتب لك المذكرات ولا بطل خيابه وفهمني ايه هنعمل ايه في سهر بكره؟ انت مالك؟ على العموم اخوك حمدي جاز بالشد وانت عليك المشاريف وربنا يرزق بقى بالمشهيات. اللي سماك حمدي البلوش ساده مفيش ليله تزود راس مالك وتدخل بالمشاريف، وانت مفيش ليله تعزمني عليها لما تسم بدني قبليه. اتفضل قدامي اوصلك بعربيتي. بتوصلني ليه؟ مركب عربيتي، وبعدين انا هتمشى شويه في وسط البلد يمكن ترزق ببنت الحلال اللي نقضي معاها ساعه العصاري. عبيط مش عارف اخرتها. انا لقيت الكتاب اللي بدور عليه، ممكن اساعد سعادتك؟ لا ميرسي. مش هتندمي. انا ابص بطرف عيني اطلع الكتاب على طول، مسألة حظ. جربي، هو الكتاب اسمه ايه؟ مقدمة ابن خلدون.
ابن خلدون نفسه يا ستي مش المقدمة. اتفضلي. ميرسي. في كتاب تاني ادور لك عليه؟ لا متشكرة. اسمحي لي ادفع لك ثمن الكتاب. وانت تدفع لي بمناسبة ايه يا استاذ؟ علاء. علاء سالم. حضرتك احرجتني، ممكن تاخد ثمن الكتاب بقى؟ لا يمكن الا اذا قبلت دعوتي على فنجان شاي في اي مكان تختاريه. استاذ علاء. استاذ علاء من فضلك. ارجوك ما تفهمينيش غلط، دي مجرد دعوه على الشاي علشان بس نتعارف. بمناسبه ايه؟ نبقى اصدقاء. السكوت علامه الرضا. اتفضلي. من فضلك ما تعطلنيش، انا ورايا ميعاد مهم. يعني ايه؟ اخدت بومبا؟ لا يمكن. دمه سم بس باين عليه دفيان. استحمله بقى وامر لله. انت حر بقى، انت اللي جبته لنفسك. تقومه ازاي ده بقى؟ يخرب بيتك لسه لازق. الصدفة خير من ألف ميعاد. الصدفة؟ هي بصراحة مش صدفة. اتنين ليمون من فضلك. بصراحة بقى أنت جريء أوي، افرض إن أنا مستنية حد وجه شافك قاعد معايا. خلاص يقعد معانا ونتعرف على بعض. يا سلام بالبساطة دي. طب افرض انه خطيبي ولا جوزي؟ لا ما افرضش، تممت على ايديك الاثنين ما لقيتش دبل، وده اللي مخليني مصمم نبقى اصدقاء. اصدقاء ازاي؟ نتعرف. علاء سالم محامي اعزب السن 32 سنه، ثقافتي فرنسيه، قهوه التدبير المنزلي. انا خلصت، الدور عليكي بقى. اسمي ماجده حسين، موظفه في شركه استثماريه، بعيش مع امي واختي في شقه متواضعه في جاردن سيتي، اظن كفايه كده. اهو بقينا اصدقاء. شفت المساله سهله ازاي؟ لا محتاجه تفكير ولا زعل. ايه رايك بعد الليمون ناخد عندي قهوه في مكتبي؟ متشكر. قلتي ايه؟ هناخد القهوه في مكتبي؟ واضح انك مستعجل وما بتضيعش وقت، انا لازم امشي. طب اوصلك بعربيتي؟ اقتراح مرفوض. طب نتفق على ميعاد. ما تخليها صدفه احسن. طيب اتفضلي. هديكي الكارت بتاعي واوعدك اني مش هشغل التليفون اطلاقا لغايه ما تتصلي بيا. طب انا همشي بقى. الله. مالك؟ في ايه؟ رجلي منمله خالص. خدي راحتك. خدي راحتك خالص خالص خالص. طبعا هو فرصه بالنسبه لك مش كده؟ اكذب عليكي ولا اقول لك لا؟ باي باي. مع السلامه. اول مره تندلق بالجامد يا متر. بس علي انا؟ لا. الحسابة والموزات. انا اتنشلت. في نظارة ناقصة. في نظارة ناقصة. يا اختي ما على عينيك اهي، انت دايما كده. ايه حبيبي ده؟ ايه ده؟ ده يوم مرزق قوي النهارده. حق لو كل يوم كده. بصراحه بقى محفظه المحامي هي اللي وزنت الغنى. للاسف. يا سلام، زعلانه قوي على زبون كده ليه؟ اصل واد ظريف ما يستاهلش ان نشيله. يا ترى رايك فيا ايه دلوقتي؟ ماجده، هو زبون دخل مزاجك ولا ايه؟ مع اني حاولت ابعده عن طريقي بكل الطرق، اللزق زي القرابه. فضوكوا بقى مزاج الحريم ده، من بكره هنغير. انا اشتغل في خط شبرا. لا بقى، انا شاليه اللي هناك روزن وهيعملوا معانا زي ما عملوا الجمعه اللي فاتت. طول ما معانا صاروخ الجمال ده هنفوت في الحديد. لا انا بالنسبه لي من النهارده لاخر الشهر ما تعملوش حسابي. ليه يا حبيبتي؟ هتاخدي مسامحه في المدارس ولا ايه؟ انا خلاص غطيت احتياجات الشهر وخدت ال 1000 جنيه. يا بنت البحر يحب الزواده. اللي اوله شرط اخره نور. انتوا عارفين كويس قوي ان امي بتعمل غسيل كلى مرتين في الاسبوع، وانا لميت مصاريف المستشفى وجامعه ميربت، صح؟ هو ايه اللي صح؟ ماجي حبيبتي اختي، اخوكي مزنوق اول الشهر ده، يا ريت تشتغلي كمان اسبوع. يفتح الله جبرنا.